بسم الله الرحمن الرحيم. الأخت المناضلة الرئيسة مريم رجوي، الإخوة أعضاء وعضوات منظمة مجاهدي حلق، الإخوة النواب من مختلف الوفود، الضيوف الكرام، باسم الوفد الفلسطيني نحييكم تحية النضال والحرية. وجئناكم من فلسطين، أرض النضال والمناضلين، أرض الشهداء، الجرح النازف في الوسط العربي، القضية المركزية للعرب والمسلمين وكل أحرار العالم. كذلك جئناكم من أرض القدس الشريف، من أرض الحرم الإبراهيمي الشريف، من أرض كنيسة المهد وكنيسة القيامة. جئناكم لمشاركتكم في هذا الاحتفال العظيم الذي يعبر عن الإرادة الإيرانية، ويعبر كذلك عن عمق العلاقات التاريخية الفلسطينية التي بدأت منذ قيام الثورة الفلسطينية برئاسة الشهيد الراحل أبو عمار. ويحمل رايتها بعد ذلك الرئيس محمود عباس أبو مازن والقيادة الفلسطينية. أخواتي إخوتي، إننا نؤكد وندعم نضالكم من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والقضاء على نظام الملالي في إيران، واستبداله بنظام ديمقراطي حر يحفظ كرامة الإنسان ويحقق العدالة للشعب الإيراني جميعاً. ويقضي على الطائفية البغيضة، ويرسي دعائم حقوق الإنسان، ويقضي على التعصب الديني والتطرف والعنف. بجهودنا جميعاً وجهودكم لن نعطيه الفرصة، وسنفوت على هذا النظام ما يحلم به من الهيمنة على المنطقة العربية ودعم الحركات المتطرفة سواء في سوريا وفي العراق وفي البحرين وفي فلسطين. ونقول إننا بجهودنا وبجهودكم معا سوف نحقق حلم الشعب الإيراني في الحرية والعدالة والديمقراطية. إننا معكم ومع نضالكم ومع مقاومتكم ومع العمل الحثيث المتواصل من أجل نصرة الشعب الإيراني ومن أجل حريته ومن أجل العدالة والكرامة الإنسانية. إن طريق الثورة والنضال هو طريق طويل ويحتاج إلى كل التضحيات، تضحيات الجسام من المال والرجال والمناضلين، ويحتاج كل الوقت والجهد، ولكن في النهاية إرادة الشعوب سوف تنتصر، وإن النصر قادم لا محالة. وبهذه المناسبة لا يفوتني إلا أن أحيي أخواتي وإخوتي في ألبانيا من مخيم أشرف ومخيم ليبرتي. وأخيرا أحييكم وأحيي حفلكم الكريم، وأحيي الأخت المناضلة الرئيسة مريم رجوي وأعضائها ومناصريها، والحرية لإيران والشعب الإيراني إن شاء الله قريبا.